الأسهم. نعود إليك يوسف مع هذه الترتيبة يعني الجديدة بالنسبة، أو حتى لا يبدو أنها جديدة، هي جديدة قديمة فيما يتعلق بالأكثر نشاطا في السوق، تركيز واضح على معظم هذه الأسهم تتردد باستمرار، دار الأركان، زين، إنما، إعمار، وأحيانا النقل البحري أو النقل الجماعي. برأيك لماذا يتم التركيز يعني على هذه الأسهم بعينها فيما يتعلق بهذه الكميات القوية وفوق 10 ملايين وأحيانا فوق 70 مليون لبعضها؟ هل برأيك فقط المستوى السعري هو الذي يتم التعامل معه والحجم السوقي لهذه الأسهم؟ طبعا الاسهم المضاربه من ضمن خصائصها انه بتكون الاسهم القابله للتداول قليله جدا، فممكن تتحكم فيها بعض جهات او بيكون في خبر متوقع عليها، مثل ما عم نشوف مثلا بالنسبه للطلب على النفط المتزايد من الولايات المتحده، وفي احتمال ارتفاع اسعار النفط، هذه بتحرك بعض الشركات بالسوق السعودي مثل نقل البحري مثلا. شركات التامين بتدموا في عليها مضاربه، وفي اهتمام صحيح، يمكن بعض الشركات متراجعه كثير، بس في بعض الشركات كمان نسب فوق التأمين. فالسوق الآن عم بيحاول يشوف وين في احتمال أو قيمة ممكن ينتجها في بعض القطاعات وفي بعض الأسهم قبل ما ينتقلوا للقياديات اللي هي بالنهاية بعتقد السيولة حتتجه لهم. شركات في البتروكيميكال في الأخص مثل سابق، ما في شك أنه السيولة بتتجه إلى مع ارتفاع أسعار النفط، لأنه طالما المتوقع عالميا أن أسعار النفط ارتفع، وفنيا على الشارت بنشوف انه النفط كون نموذج راسه كتفين مقلوب، وهذا النموذج ايجابي وعامل جولدن كروس او تقاطع ذهبي، فنيا بيشير الى تحرك الى اعلى، وفي حال صار في توتر كمان بالنسبه للموضوع الملف الايراني، هذا كله بيرفع اسعار النفط الى اعلى، والشركات البترو كيميكال ما في شك حتستفيد منها في الارتفاع الى اعلى. اذا بنطلع سابقا تاريخيا لما اسعار النفط ارتفعت ل 147 سابق انطلقت تقريبا ل 150، لما خفضت لتقريبا 35 سابق كانت بحدود ال 33 34، فسابق تلحق اسعار النفط الى حد ما، وسابق عندها وزن او تاثيرها بالمؤشر حوالي تقريبا 13%، وعندها وزن في قطاع البتروكيميكال حوالي 74%، وهذه بتحرك القطاع نفسه بحد ذاتها، فاسعار النفط بعتقد حيكون القائد لاستمرار ارتفاع المؤشر. تاريخيا بنشوف على اخر 3 سنوات في شهر مايو بيكون اسعار النفط على القمه او على المستويات العليا خلال السنه، فالاحتمال انه هالسنه هذه تتكرر، ونشوف ان شاء الله يعني استمرار صعود للمؤشر بقياده القطاع البتروكيميكال. طيب يعني من جانب مفيد انه نرى هذا الارتفاع بالنسبه لقطاع البتروكيماويات، لكن عندما يرتفع النفط ومؤهل يعني كما ذكرت انه كثير من المؤشرات تشير انه النفط قد يذهب ابعد من ذلك، هذا ايضا يؤثر على شهيه السوق يعني الاقتصاد بشكل عام، يعرقل الكثير من قضايا النمو، وحتى يعني ما تزال كثير من الشركات مستمره بصرف يعني حول العالم مستمره بصرف العماله لتخفيض نفقاتها، هذا كيف يمكن ان نستوعبه في الاسواق؟ ما في شك ارتفاع اسعار النفط بياثر على التعافي الاقتصادي العالمي، لكن الارتفاع السريع هو الخطوره، طالما النفط عم بيرتفع بشكل يعني تدريجي وقليل، بعتقد العالم عم بيقدر يتحمل الصدمات تاعت الارتفاع، لكن ما يقدر يتحمل ارتفاع قوي جدا مفاجئ مثل ما حصل لما النفط من تقريبا 4 سنوات ارتفع على مستويات ال 147. في عده دوافع الان النفط ليه عم يرتفع، ومنه انه اقتراب الفتره يعني اجازه الصيف وزياده الطلب على البنزين عشان قياده السيارات، وعشان موضوع الملف الايراني، وعشان مواضيع اخرى كمان، فبنشوف النفط هو حيكون بعتقد ماسك السوق المحلي للفتره القادمه لمده يمكن شهر، مع انه حيكون في تصحيح ضمن القطاعات، حيكون في سيكتور روتيشن او دوران داخل القطاعات، السوق بصحح ضمن نفسه، لكن الاجمالي او الناتج تبع عمليه التصحيح وارتفاع اسعار النفط بعتقد بيعطي ناتج ايجابي للسوق اجمالا وبيستمر في الصعود. ما في شك انه المؤشرات متضخمه جدا بنشوفها، لكن الى الان ما شفنا اي مؤشر فني او مجموعه مؤشرات عم تعطي احتمال تصحيح قوي، يمكن يكون جني ارباح تراجع، لكن المؤشر الان عم بصير في مسار تصاعدي سلس، بنعتقد بنشوف لسه مزيد من الصعود، فاحنا متفائلين بحذر بالوقت الحالي. نعم، طيب وذكرت انه هناك نوع من الروتيشن او تدوير بين القطاعات، ما هي اهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟ يعني هل يتغير السيناريو تماما عن 2011؟
بعتقد السيناريو يعني بيتغير بشكل انه السكتر روتيشن بيصير في دوران من بعض القطاعات، مثلا احتمال خلال يعني الشهر الحالي يصير سكتر روتيشن من قطاع مثلا التامين الى قطاع البتروكيميكال. بعتقد ما في شك انه قطاع البتروكيميكال ما اخذ حقه من الارتفاع، خاصه اسعار النفط متوقع ترتفع الى اعلى. فالسيوله بالنهايه لما اشوف انه بقيه القطاعات صارت يمكن مخاطرها اعلى بالنسبه لقطاع البتروكيميكال، السيوله تتجه الى قطاع البتروكيميكال. الان مقرر ربحيه السوق حوالي 14، من فترة يعني من حوالي بضع أشهر كان حوالي أقل من 12 تقريبا مقرر ربحية السوق. فالآن الشهية المخاطرة مع أنه هي موجودة، بس حيتجهوا المستثمرين في اعتقادي إلى قطاع البتروكيميكال لأنه هو حيكون الأكثر جاذبية للفترة القادمة. القطاع المصرفي كمان بنشوف أنه الأرقام عالميا عم تطلع لقطاع المصرفي عم بتشير على أنه في تحسن في هالقطاع هيدا. وما ننسى انه القطاع المصرفي هو القطاع اللي ادى الى الازمات، اللي ابتدى الازمات في 2008، فلابد انه يتعافى القطاع لانه الثقه بالاقتصاد ما بترجع الا ما يكون قطاع المصارف عالميا قوي جدا، وهذا حياثر على القطاع المحلي ما في شك. بنشوف ان شاء الله هل تحرك على مستوى القطاع المصرفي. نعم. يعني يوسف، هل تحرك ايضا القطاع على مستوى الخدمات؟ يعني 2011 لاحظنا انه ركود وشبه يعني تراجع او حتى هامد، كان كثير ساكن قطاع المصارف، هل بلش يتحرك بمعطيات جديده؟ القطاع المصارف بيتحرك إذا يعني في بدنا ناخذ كل مصرف حد ذاته، يعني نحلل كل مصرف حد ذاته. في بعض المصارف تعتمد ربحيتها بشكل عالي جدا على التداول، أو عندها نسبة عالية من الأرباح على التداول، فهذه المصارف تستفيد من حركة التداول. في بعض المصارف تستفيد من الإقراض. عم نشوف بالأيام الأخيرة في عالميا أسعار الفوائد شوي عم تطلع، السندات عم بتتراجع لتحت، فهذا بشير على انه حيكون في هامش ربحيه جيده بالنسبه بالمستقبل ان شاء الله، او متجهين الى انه يكون في هامش اكبر بالنسبه للايداع والاقراض، يعني الفرق بالفوائد على الايداع والاقراض. هذا حيزود من ارباح المصارف، بيصيروا يقدروا يتحركوا بشكل افضل. بعدين المصارف محليا هي عندها قيود قويه من قبل مؤسسه النقد، توجهها داخلي، والمخصصات تقريبا دفعت مخصصات قويه في 2009 و2010 وصلت اكثر من 25 مليار ريال، فانتهت من تخصيصها للاموال هيدي وصار عندها اموال متاحه تقدر تقرض فيها، فهي مهيئه للاقراض لما الشهيه تتحسن تاعت المتداولين. والان بنشوف الشهيه عم تتحسن للمتداولين والمستثمرين، وهذا اللي بيشجعنا نشوف ارباح في 2012 اكثر للمصارف، وتحسنها جاي من وراء الزياده بالاقراض، زياده من التسهيلات البنكيه اللي عم تعطيها لتداول الاسهم، وزياده من عمولات التداول نفسه. نعم، طيب لنتحدث عن التطوير العقاري، الانشاء وقطاع الانشاءات، يعني هل برايك انه عدد الشركات المتاحه هو عدد قليل مقارنه بالطفره التي تجري حاليا في السوق؟ يعني هذه النوعيه من الشركات لا تستطيع ان تستوعب ربما الزخم الذي يوضع لهذا القطاع. ما في شكل القطاع يقدر يستوعب اكثر، لكن بعتقد بالوقت الحالي سبب من اسباب صعود سوق الاسهم هو انتقال سيوله من القطاع العقاري الى قطاع او الى سوق الاسهم السعوديه. فبنشوف في اقبال اكثر على شراء الاسهم السعوديه، وفي عمليه بيع او تسييل في الاراضي وفي العقارات اجمالا، ما عدا يمكن العقار السكن الميسر اللي هو معمول لذو الدخل المحدود. لكن ما في شك عم نشوف بجد تراجع بالاسعار بالرياض، تراجع بالاسعار في العقار، وعم نشوف في ازدياد سيوله عم تدخل بالسوق، بعض منا جاي من القطاع العقاري. فبنشوف انه القطاع يستوعب اكثر، بس بالوقت الحالي بعتقد الشركات اللي موجوده هي كافيه، في حال انه السيوله دخلت من الخارج ممكن ادراج بعض الاسهم الاخرى تحمس بعض المستثمرين الاجانب لانه يستثمروا في القطاعات وما تاثر كثير على السيوله الموجوده.